اللي حصل بالظبط ان احنا بعد ما وصلنا للمنصب اتحاد طلاب جامعه عين شمس ما كانش في حاجه بتنظم سير عمل وسير وعمل الانشطه الطلابيه والاسر المركزيه في الجامعه، فقررنا ان احنا نعمل حاجه اسمها لائحه داخليه لتنظيم وسير عمل الانشطه الطلابيه داخل الجامعه. انتهينا من اللائحه دي وبدانا ان احنا نحاول نقرها على مدار فتره كبيره جدا، لكن للاسف الاحداث اللي كانت بتحصل والكم الاعتقالات اللي كانت بتحصل للطلبه فما تمش اعتماد اللائحه في وقتها. تم الانتهاء من اللائحه تقريبا في نهايه 2013، وبعد مناقشات كتيره وصياغات اكتر بدانا ان احنا نمشي في فطور اعتمادها رسمي في نهايه 2014. تم الانتهاء من العمل من صياغه اللائحه بالظبط اول يوم في رمضان. اول يوم في رمضان ده كان في شهر 7، كنت انا لسه طالب في بكالوريوس كليه طب الاسنان، وهو ما يعلقون علي بان انا كنت طالب خريج وماليش حق ان انا اتكلم في الاتحاد او ما بقتش رئيس اتحاد. الكلام ده غير صحيح بالمره، احنا كنا لسه طلبه واشتغلنا على اللائحه. تم اعتماد اللائحه يوم 24/9/2014. اللي حصل بالظبط ان احنا اقرينا لائحه كامله فيها باب للاحكام العامه، فيها باب للتعاملات الماليه، فيها باب للجزاءات التاديبيه، فيها كل حاجه لتعريف الانشطه والاسر والحملات والنماذج، كل حاجه تخص بالنشاط الطلابي على مستوى الجامعه، بل يمكن تعميمها كمان على مستوى الكليات، وبالفعل تم تعميمها على ثلاث اربع كليات خدوها وظبطوها بحيث انها تكون قادره تمشي مع نظام سير العمل للاسر الطلابيه داخل كل كليه. بعد ما حصل الموضوع ده احنا تم اعتماد اللائحه 24/9، بعديها بالظبط بشهر احنا او انا شخصيا كمحمد صلاح اتخرجت، وتم تسيير العمل عن طريق مجلس اتحاد طلاب الجامعه. بعديها بشهر تم تغيير الاطار الكامل لاداره رعايه الشباب. انا عندي اللائحه الطلابيه بتقول ان في حاجه اسمها اداره الاسر والرحلات، ده لجنه كامله في الاتحاد وليها اداره مخصصه ليها. طبقا لمزاج اداره الجامعه حصل الاتي، انها فصلت خلت اداره للاسر لوحدها وضمت الرحلات مع اللجنه الاجتماعيه. طب ده طبقا لاي منطق؟ محدش عارف حاجه. يعني انا دلوقتي بقى عندي امين لجنه اسر ورحلات بيتعامل مع مديرين اداره، واحد مدير لاداره لجنه الاسر، واحد مدير لاداره مدير الاداره الاجتماعيه او اداره الشؤون الاجتماعيه او الخدمات الطلابيه. ده في حد نفسه في حد ذاته مخالفه للائحه اللي احنا جينا على اساسها وتم انتخابنا على اساسها. تم الحديث كثيرا عن ان موضوع الاتحاد بقى له 3 سنين وان انتوا بقيتوا غير قانونيين والنصاب قل. دي مش مشكله انا كاتحادات، دي مشكله اتنين، مشكله ادارات جامعات او مجلس اعلى الجامعات لا يملك قراره، ان هو قال اكتر من مره في فراغ في النشاط الطلابي واكتر من اتحاد جامعه واكتر من اتحادات كليه واتحادات كليات كثيره على مستوى الجمهوريه اتخرج منها رؤسائها، فاحنا المفروض يحصل انتخابات او على الاقل مجمع انتخابي داخلي. مجلس اعلى الجامعات ما عرفش يحدد ميعاد الانتخابات لان هو ما بياخدش القرار، زائد ان هو عارف كويس جدا ان في الفتره الحاليه برضه مش هيعرف يرجع يسيطر على الحركه الطلابيه او الاتحادات الطلابيه كما كانت قبل الثوره. دي اول نقطه. تاني نقطه، انا مشكلتي ان احنا في اتحاد طلاب جامعه عين شمس اعلنا ان احنا في كليات كتير ما فيهاش نصاب قانوني للاتحاد، زائد ان في الفرقه الاولى والفرقه الثانيه دخلوا وما فيش انتخابات حصلت وهم موجودين، فبقى عندي فرقتين من اصل 4 فرق في اقل كليه في الجامعه غير ممثله في الاتحاد. فاعلنا مبادره ان احنا نعمل حاجه اسمها مجمع انتخابي داخلي جوه الجامعه، ده عشان ايه؟ الاماكن اللي ما بقاش فيها حد بيمثل المنصب ده يتم تصعيد فيها، الدفعتين اللي مش موجودين ليهم ممثلين في الاتحادات يتم انتخابات كامله فيها على مستوى ال 14 مقعد ويتم تشكيل مجلس الاتحاد من القديم والناس اللي هتخش جديده. يبقى انا كده حليت مشكله الفراغ اللي موجود في الاتحادات الطلابيه. طبعا كان ما حدش قال اي حاجه والموضوع مشي زي ما هو، ولا انتوا كده كده هتمشوا في شهر 11 فما فيش اي مشكله ان انتوا تفضلوا مكملين. جملة سمعناها كلنا على مدار السنين اللي فاتت قبل 25 يناير، الموافق على المادة الأولى فليتفضل برفع يده. موافقة. المرة دي الجملة ما كناش بنسمعها من فتحي سرور كالعادة في مجلس الشعب، ولكن كنا بنسمعها من نائب من مستشار نائب رئيس الجامعة بتاعنا اللي حاضر مع عدد من الأسر والاتحادات الطلابية المعروف ولائها للجامعة والمعروف ولائها للإدارة، اللي هي أصلاً رافضة، اللي هو أصلاً يعني المؤتمر ما تمش دعوة كافة الاتحادات ليه وما تمش دعوة
كافه الاسر والانشطه المتواجده في الجامعه، وما كانش في تمثيل حقيقي للكيانات الموجوده في الجامعه. كان المؤتمر كل واحد اللي يعرف حد بياخده معاه وهو داخل. واحنا داخلين المؤتمر في موقف حصل معانا، احد موظفين رعايه الشباب على باب القاعه قال لطالب من حقوق المدرج فاضي جوه، انا عايزك تملاهولي بناس. ده مشهد من ضمن اللي بيتدار بيه المؤتمر، اللي هما كان من المفترض ان هو ايه طرح رايحه للحوار مع الكيانات الطلابيه. ده مشهد من ضمن المشاهد. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نأكد عليها ان احنا بنرفض اللائحة لشقين. في الاول الشق اداري، اللي هو اللائحة صدرت من ادارة الجامعة، وادارة الجامعة غير ذي صفة انها تصدر لائحة لتنظيم عمل الاسر وفقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية مادة رقم 323، اللي بتنص ان لجنة الاسر والرحلات سواء في الكلية او في الجامعة اللي هي المنوطة باصدار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل الاسر. الحاجة التانية ورفضناها التاني بقى للائحة، احنا رفضناها كده اجرائيا اصلا، وكأنه هو عهد من لا يملك لمن لا يستحق، وكأننا امام وعد بلفور جديد. الحاجة التانية اللي بقى هنبدأ نشرح بقى الرفض الفني لبعض بنود اللائحة. نبدأ من الاول خالص، قبل ما ادخل على المواد في بس عايز انوه لحاجه. احنا عندنا ست كلمات او ست اسماء هي اللي بتدور حواليها اللائحه كلها، وهي اصلا هي العلاقه بتدور بينهم، الاسره واتحاد الطلبه واداره الجامعه ورائد الاسره اللي ظهر بدور جديد هنا هنقوله دلوقتي، ومستشار لجنه الاسر اللي برضه ظهر بدور جديد جدا هنقوله هنا دلوقتي، واداره الاسر في رعايه الشباب. بدأت بعد كده بدأت اللائحة الأولى، المادة الأولى من اللائحة بتقول إن هي المادة في نصها وفي صياغتها مفيش أي خلاف معانا، بتقول إن إدارة الجامعة بتسمح بممارسة النشاط، وحق ممارسة النشاط مكفول لكل الطلبة وكل في كل الكليات على وجه السواء. أما جه بعد كده يشرحها مدير إدارة الأسر برعاية الشباب، وشات رجلان هو يفضح نفسه بنفسه، هو وقف على المسرح وقال إن إحنا المادة ديت معناها إن إحنا هنلغي الأكتيفيتيز وهنلغي المبادرات والحملات وكل حاجة، وهيبقى كل النشاط في الجامعة هو نشاط أسر بس. إحنا عندنا على سبيل المثال في بعض الكليات زي مثلا كليه زي حقوق فيها نماذج محاكاه للامم المتحده، نماذج محاكاه لجامعه الدول العربيه، في كليه زي تجاره في انديه اصلا معموله، في كليه زي هندسه وصيدله والكلام ده في اكتيفيتيز. فبالتالي انا مش مقيد بشكل معين للنشاط عشان انت تجبرني ان انا امشي عليه. ده كان اول رفض لينا، انت ايه الهدف من اجبار او انت يبقى هو في شكل واضح بس للنشاط هو اسمه الاسره. تاني حاجه تكوين الاسر الطلابيه، وهنا ده كان اول قفز على صلاحيات اتحاد الطلبه اللي هو شبه سحبها كلها في اللائحه ديت، ان هو قال ان تكوين الاسر انت لازم ان هو مجموعه من الطلبه لازم بيقدموا طلب، ولازم موافقه وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب او نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب في حاله الاسر المركزيه عشان يتم اعتماد الاسره. ده طبعا ده مخالف طبعا لقانون تنظيم الجامعات، دي من صلاحيه لجنه الاسر في الاتحاد الطلبه او مجلس الاتحاد هو المنوط بيه اعتماد الاسر، ويكون المقترح اللي احنا مقدمينه ان يكون تسجيل الاسر بالاختيار، مجرد احنا بنحط شروط للتسجيل فيها بيانات ورؤيه والهدف من الاسره، وتقدم خطه نشاط في اول السنه، وبعد لما بستوفي الشروط دي تعتبر انا خلاص اخترت لجنه الاسر ان انا سجلت الاسره ومالهاش حق الاعتراض لو انا مستوفي الشروط. ماده 3، ودي كانت اللي هي ماده شروط العضويه، وهي كانت شروط تعجيز العضويه، يعني ده الاسم الاصح ليها، ان هي شروط تعجيز العضويه. اللي هو اول حاجه ان هو اول بند خالص فيها قال ان طلاب الكليه بالمراحل البكالوريوس والليسانس المقيدين بالانتظام والانتساب والمسددين للرسوم الاتحاد هم اللي لهم حق النشاط. الماده دي فيها حاجتين، اول حاجه ان هو منع طلاب التعليم المفتوح من ممارسه النشاط، تاني حاجه هو اجبر الطالب على تسديد رسوم الاتحاد. ايه علاقه رسوم الاتحاد بممارسه النشاط؟ يعني هو ربط غريب جدا بين الاثنين دولت. بند 3، الا يكون صدر ضد العضو اي عقوبات تاديبيه خلال مدته الدراسيه. احنا شايفين ان البند دوت هو هيتم فيها الترصد للطلبه، وهيبقى اداه ان انا ابدا ارضع بيها الطلبه وارضع بيها اي حد مش عايزه يمارس النشاط، فانا همنعه اعتمادا على البند دوت. والاخطر بعد كده كمان ان في اللائحه اللي صدرت مؤخرا بتاعه الاتحادات الطلابيه
ينبغي على مرشح الاتحاد ان هو يكون بيمارس النشاط، فبالتالي انا بمنع الطالب، لو انا عايز امنع اي حد من دخول الاتحاد بعد كده فانا همنعه من البدايه اصلا من دخول النشاط كتمهيدا، ان انا امنعه من دخول الاتحاد اصلا بعد كده.